سبي الشير لايك سبسكرايب سبسشير جديدة. سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من جديد كالعادة بفيديو جديد يوم الاثنين الساعة 2:02. هالأسبوع راح يكون مختلف تماما، راح يكون عندنا بدل الفيديو فيديوهين، يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 2:02. فيديو الخميس راح يكون مميز جدا وراح يكون فيه سحب على آيفون 8. الخميس اللي بعد 3 أيام إن شاء الله ترقبوا الفيديو. نروح لسؤال الشارع ونرجع لكم من جديد. اليوم احنا طفشانين ونبغى نكتة، اعطونا نكتة. في محشي اشتغل في مسجد. حلو. وبعد يومين انفصلوا. ليش؟ ليش؟ عشان كل ما يأذن يسك بابا المسجد يقول مغلق الصلاة. وش يسوي؟ ويكتب ورقة مكتوب عليها مغلق الصلاة. مغلق الصلاة. في درة كانت تمشي لون أبيض عشان لابسة سروال فليلة. درة لونها أبيض؟ لا درة. إيش هي؟ درة. درة؟ إيوه. لونها أبيض. إيوة. ليش؟ عشان لابسة سروال فنيلة. اسمك كريم؟ فارس. فارس نبغى نكتة جبارة. في بصلة وموزة. حلو. قالت شو اسمه الموزة للبصلة. أيوة. إيش كي دائما تبكي الناس؟ قامت قالت البصل الموزة أحسن منك يأكلونك مفصخة. في واحد أخذ السكين عشان يقطع النهر. يقولون الرجيم يحتاج عزيمة وأنا ما خليت عزيمة لو رحتها. في قصيمية اتصلت على راعي يعني حق محل تمر، حق تمر وقهوة، قالت وش عندكم؟ قالت له عندنا سكري وخلاص. فهمتها البنت أنه يعني سكري وخلاص قفل يعني الموضوع. قالت لها وجع. واحد نام تأخر قام راح عليه الحلو. في واحد نام متأخر راح عليه الحلو. هذه مين علمك إياها؟ لقيتها من النت. اسمك كريم؟ أمين رودس. من وين؟ من مصر. يا سلام، أم الدنيا، أم النكت. هذه أول نكتة. نبغى نكتة كذا، حاجة حلوة كذا تتذكرها. لازم أفكر أي حاجة خالص. مرة. والله العظيم. طيب. مشكلة أنت لما جيت فجأة كذا الواحد مش محضر لأي حاجة خالص. ما في أي موقف كذا يضحك ومر عليك هنا في السعودية؟ موقف طريف، كلمة طريفة هنا في السعودية تسمع. لا أحسن موقف اللي أنا فيه دلوقتي يعني هي. إن إحنا بقى لنا 14 شهر ما فيش مرتبات. ده يسكتك ده يبكي ويضحك في نفس الوقت. 14 شهر ما استلمت راتب ومبسوط. عادي أعمل إيه؟ عايش حياتي. 14 شهر كيف بتصرف؟ عادي يعني برضو مع بعض كده زميلنا مع بعض يعني. ايش رسالتك للشركه هذه او للشخص المسؤول اللي ما بيصرف المرتبات؟ عادي تو ربنا بقى فينا يعني حرام كفايه يعني. طيب الحين حتمشي مصر بعد 14 شهر دول؟ لا تجي السعوديه. مش عشان يعني لا بس شو الوضع في مصر برضو مش حلو. في امل يعني ان هي تحسن يعني. مع ان انا اساسا مامور جمارك في مصر يعني واخذ اجازه بدون مرتب يعني 5 سنين. واخذ اجازه بدون مرتب عشان تيجي تشتغل 14 شهر مجانا؟ مفيش لا ما لي 5 سنين في الشركه يعني كويس. مفيش مشاكل. مفيش مشاكل بس هي الفتره الاخيره دي بس يعني. لكن عادي يعني مامور جمارك بس واخذ اجازه وبجدد اجازتي يعني. انت في بلدك الثاني واحنا اخوانك، متى ما احتجت شيء احنا معك. سوي لايك. ايوه سوي لايك. سوي كومنت. سوي شير لايك. سبسكرايب. سبس شير جديده. سبسكرايب. 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 سكرايب. سبسكرايب. سوي شير. والفيديو جاي ان شاء الله يوم الخميس الساعه 2:02.